انا بقى بصي خلاص صرحت، هو مش قشري نارتي، دلوقتي هو بقى ارت اسمه نارتي. بالظبط، دلوقتي طب بقى قولي اسمه لي بقى ارت ليه نارتي. قشري نارتي وليه ارت نارتي؟ قشري نارتي هو المكان اللي بدأ فيه المهرجان من 5 سنين، وده يعني احد البيوت النوبية والفنادق النوبية الموجودة في قرية غرب سهيل. ده كان المكان اللي في البداية كان زي البذرة اللي خرج منها المهرجان. هم وفروا لنا المكان وقالوا لنا خلاص احنا في الصيف ما بنبقاش شغالين، ما فيش سياحة، فنبدأ نشتغل على تنمية المجتمع المحلي ونشتغل مع الأطفال فاتسمى يعني نسبة إلى باسم المكان اللي المكان. كان فيه. شوية شوية الفكرة بدأت تكبر وبقت بدأتوا في 2017 17 صح؟ بالظبط، فبدأت الفكرة تكبر وتبقى أكبر من يسعها مكان. كلمة نارتي في اللغة النوبية يعني الجزيرة، وأشري يعني الجميلة، ده اسم المكان، ولكن احنا غيرناه لاسم أرت يعني عشان يبقى طبعا شامل بكل أنواع الفنون، ونارتي هي الجزيرة، فبقى جزيرة الفن أو فن الجزيرة. فبقى هو كأنه حاجة يعني كأنه جزيرة مستقلة بذاتها مختصة بالفنون ومختصة بتنمية مواهب الأطفال. نقدر بقى نتحرك بالاسم ده في أي مكان بقى في محافظة أسوان أو حتى في كل جمهورية مصر العربية. طب الفكره يعني انتوا بداتوا في 2017 والفكره انه الفنون او تعليم الفنون للاطفال، الفكره دي تطورت بقى من 2017 لحد النهارده يعني ازاي؟ يعني النهارده و2017 ايه الاختلافات اللي حصلت في ال5 سنين دي؟ في أول سنة خالص كان الفنانين التشكيليين أو طلبة الكليات الفنية كانوا جم المكان ده في قرية غرب سهيل ورسموا لوحات وعملوا ورش للأطفال، فبدأنا نلمس أن الأطفال متعطشين جدا لده، خصوصا في المحافظات البعيدة عن القاهرة دايما بيكون فيها فكرة أنه مفيش خدمات، يعني ممكن يبقى المواهب بتاعت الأطفال موجودة والطاقة موجودة ولكن مفيش خدمات بتتقدم للأطفال. شوية شوية لقينا أنه نوجه المهرجان بس للأطفال، فبقينا كل سنة بنشتغل ورش، كل مرة متنوعة، كل مرة ندخل مجلات متنوعة. السنة دي يمكن اللي حصل أن الولاد بدأوا يطلعوا إنتاج، يعني كان عندنا عروض طلعت من الأطفال، كان عندنا فيلم أنيميشن الولاد عملوه بنفسهم، وعملوا كمان فن البانتومايم اللي هو فن الإيمائي، فن الحركي ده، عملوا عرض بيه وعملوا عروض موسيقى ورقص نوبي ورقص على أغاني قديمة زي أغاني ده السنة عفاف دي راجي، الكلام ده. كل ده السنة طب دي. عدد الأطفال المشاركين في المهرجان السنة دي تقريبا قد إيه؟ احنا 2017 بدأنا ب50 طفل، السنة دي 1700 طفل الحمد لله. من 50 ل 1700.